مساء الخير رواند، ومساء الخير أيضا للمشاهدين. في يوم الغفران أقدس أعياد اليهود الذي تشل فيه عادة الحركة داخل الأراضي المحتلة، وصل الجيش الإسرائيلي استهداف القرى في الجنوب والبقاع وبعلبك، ووصل إلى المعيصرة كسروان، ولأول مرة استهدف برج بالشوف. وأيضا تمكن حزب الله من كسر الجمود داخل الأراضي المحتلة، وواصل باستهداف المستعمرات الإسرائيلية إن كان عبر الصواريخ النوعية أو عبر المسيرات الانقضاضية، كما حصل باستهداف القاعدة العسكرية 7200 في حيفا. أما على صعيد التوغل البري فالاستعدادات ما زالت متواصلة، والمحاولات من قبل الجيش الإسرائيلي للدخول، اللي حتى الساعة ورغم ما زعموا الإعلام الإسرائيلي عن وصوله إلى داخل القرى الحدودية ودخوله منازل الجنوب، لم يستطع الدخول وبقيت الاشتباكات على المحاور التقليدية. كل هذه التفاصيل رح نتابعها اليوم ضمن هذا المشهد العسكري مع ضيفي الخبير العسكري العميد المتقاعد أكرم سريوي. مساء الخير عميد. يعني بيوم الغفران كان في كتير تحليلات، حتى أنه كان متوقعين البعض أنه يكون في ضربة إسرائيلية على إيران، ما بعرف إذا ممكن تعملها الليلة إسرائيل مع انتهاء هذا النهار أو لا. أما فيما يتعلق بلبنان، رح نبلش نحن وياك أولا بمحاولة التوغل البري اللي عم بيقوم فيها الجيش الإسرائيلي، اللي عم تتوزع على عدة محاور رح نشرحها بالتفصيل. ولكن أولا، هل أو كيف يمكن أن نشرح بأي مرحلة نحن حاليا؟ هل ما زلنا بمرحلة الاستطلاع أو استطلاع بالنار كما يتم تسميتها، أم فعلا هناك توغل حقيقي؟ مساء الخير ريمان، إليك ولجميع المشاهدين. الحقيقة موضوع سمعته كثير، يعني الاستطلاع بالنار. الاستطلاع بالنار بالعلم العسكري بيكون مباشرة قبل بدء الهجوم البري، بيستمر لفترة قصيرة حتى يتم كشف المراكز النيران للعدو ويتم ضربها، لكن ما بينعطى وقت ايام. عندما ينعطى وقت ايام يعني بيتم تبديل هذه المراكز، اذا هذا ليس استطلاع بالنار، هو حقيقه هو فشل للهجوم. الاسرائيلي بالشكل العام اراد ان يحسم المعركه بشكل سريع جريا على عادته، هو دائما الاسرائيلي بيحاول يعمل معارك سريعه، فرمى كل اوراقه دفعه واحده. يعني اولا بدا صار له فتره طويله، هي المعركه من سنه يستهدف المراكز العسكريه لحزب الله، ثم انتقل الى عمليه تفجير الاجهزه اللاسلكي، اغتيال قياده الرضوان، وصولا الى اغتيال يعني الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله. نعم. ثم تابع عمليات الاغتيال واستنفذ كل بنك اهدافه. في المقابل يعني بالشكل العام عم بحكي هلا، بالمقابل المقاومه استوعبت الضربة يوما بعد يوم، يعني طبعا حصل ارتباك في الأيام الأولى، لكن استعادت زمام المبادرة. بدأ يصدر منذ يومين ثلاثة تقريبا بيانات عن غرفة العمليات. عندما يصدر بيان عن غرفة العمليات هذا يعني أن الاتصالات ومنظومة القيادة والسيطرة تعمل بشكل جيد، وأكيد شفنا هذا الشيء عمليا على الأرض بالمعركة اللي عم تحدث هلق على الأرض. عمليا الإسرائيلي أعلن منذ 12 يوم أنه بدأ هجوم بري واسع على لبنان، سمعنا هجاري كلنا وشفنا الحشد العسكري اللي صار على طول الحدود. صحيح، يعني هو حشد أربع فرق، حشد فرقة الوحدة الـ 98 اللي هي مؤلفة من لواءين مظليين ولواء كوماندوز هون بهذه المنطقة، عنده أساسا هو الفرقة 91، الفرقة 91 هي أصلا موجودة دائما على منطقة الحدود مع لبنان، مركز القيادة تبعها ببرانيت، هي تتولى مهمة الدفاع عن الحدود بشكل رئيسي. نعم. ثم استقدم يعني فرقتين، الفرقة 36 اللي هي تقريبا تمركزت بهذه النقطة، وهي قطاع فرقة الغربي مدرعة. نعم. فيها ثلاث ألوية مدرعات، والفرقة 146 اللي تمركزت على منطقة الساحل استعدادا لهجوم بري واسع. لكن نعم. يبدو أن الهجوم البري تعثر، يعني هو حاول منذ الأيام الأولى أن يتقدم من عدة محاور، طبعا كان التركيز على هذه المنطقة، منطقة الوسط، لأنه هو بيعتبر أنه الثقل الرئيسي لحزب الله هو في هذه المنطقة. يعني إذا بدنا نحكي من كفركلا، حولة، ميس الجبل، عيترون، يارون، راميا، رميش، طبعا يعني بيعتبرها منطقة الأوسط غير يعني لكن الهدف الرئيسي تبعه دائما كان حتى ب 2006 الوصول إلى بنت جبيل. بنت جبيل إلى رمزية، وطبعا هي مركز ثقل مهم جدا بالنسبة للمقاومة. طيب خلينا نشرح بالتفصيل.
هلا بالتفاصيل خلينا نبلش من القطاع الغربي. شفنا نحن انه الاشتباكات كانت عم بتصير بالناقورة، عم بيكون في استهدافات، وصولا مرقنا الى اللبونة، علم الشعب ورامية. فاذا بلشنا باللبونة، ناقورة اللبونة، علم الشعب، وصولا الى مروحين. هيدا هو فينا نسميه القطاع الغربي وصولا الى رامية. نعم بشكل نعم. عام اساسا يعني المنطقة هون طبعا نحن على شط البحر، المنطقة الارتفاع صفر، بتبلش تطلع تدريجيا الارتفاعات لحتى نوصل لهذه المنطقة. كل ما طلعنا يعني اتجهنا بهذا الاتجاه شرقا بنكون عم تطلع زاد الارتفاع، الارتفاع عم بيزيد. كمان عامل ثاني، دائما الجنوب اوطى بالنسبة للبنان، يعني المنطقة هذه اعلى من المناطق الموجودة بالجليل. الإسرائيلي في 13 نقطة على الحدود ركزوا ما انسحب منهم من العام 2006 وما زال متمسك فيهم، اللي هن تقريبا نقاط موجودة على هذه الحدود هون، يعني مثل اللبونية، مثل نقاط معروفة ال 13 المختلف عليها، وكنا عم نعمل مفاوضات بشأنها. هذه كلها هي نقاط حاكمة بتكشف تقريبا مسافات صغيرة، مسافات داخل الأراضي اللبنانية، لكن لما بنقرب شوي بنشوف أنه صارت التلال اللبنانية هي الحاكمة. يعني إذا جينا على مارون الراس، مارون الراس اعلى من كل هذه المنطقه اللي هي محيطه فيها. مارون الراس مارون الراس عم نحكي صرنا هون ب 900 متر، ونحكى انه دخل الجيش الاسرائيلي وشفنا رفع العلم. الجيش الاسرائيلي ما دخل على مارون الراس، يعني نحن لما عم نحكي بهذه القرى اساسا هذه القرى مثل ما انت شايفتيها قريبه جدا على الحدود، يعني المسافه لا تتجاوز بعض البيوت بعيده 50 متر 100 متر عن الحدود. فالدخول الى المنازل الموجوده اصلا هي ما فيها، يعني هي مارون الراس صار في اشتباكات. مارون الراس ويارون. مارون الراس هي مثل ما حكينا هون هي على تله من نعم. من هذه الجهه تقدم الاسرائيلي. هون في شيء اسمه حديقة إيران اللي هو وصل عليها وحط فيها العلم الاسرائيلي، لكن يعني انسحب ما ظل هو نعم. ما ظل. هي المسافه تقريبا بحدود ال 600 متر 700 متر، لكن ما بيقدر يبقى فيها لانه مارون الراس اعلى تلي. يعني هذه المنطقة اللي هون تقريبا كلها هي منطقة ساقطة عسكريا الموجود، يعني حتى لو دخل الإسرائيلي ما في ضل ما بيقدر يدخل. نعم. اثنين، هو دائما يعني أي تقدم بده آليات. العسكري إذا بده يمشي، الإنسان العادي إذا عم يمشي عادي مشي بيتعب بخلال كيلومتر أو 2 كيلومتر، خاصة إذا كان عم يركض. فكيف إذا كان تحت النيران؟ يعني كل 100 متر تحت النار للجندي تعادل 5 كيلومتر مشي عادي. فإذا بده يقطع من هون لمارون الراس مشيا على الأقدام بيوصل منهك. هن يريد الوصول إلى مارون الراس تمهيدا للوصول إلى بنت جبيل، لأنه من مارون الراس بيقدر يسيطر بالنار على بنت جبيل طبعا، وعلى المنطقة اللي خلف مارون الراس. هذه منطقة مرتفعة جدا، لذلك إذا بنشوف نحن بنشوف أنه الإسرائيلي عم بيحاول يهاجم دائما من هذه المنطقة. يعني هون عنده بهالمنطقة تقريبا هون في المنارة، نعم، اللي هي تلة مرتفعة جدا، من المنارة كمان تقريبا 950 متر المنارة عالية، أعلى تلة تقريبا بهالمنطقة، بتكشف بهالاتجاه، بتكشف بهذا الاتجاه، عم بيحاول يتقدم من المنارة بهذا الاتجاه. وشفنا أنه في معارك هون عند حولة، شفنا عند ميس الجبل، عند بليدة شفنا معارك. صحيح، ببليدة كان في اشتباكات، بميس الجبل كانت بحيبيب. نعم، على بين هذا ميس المحور. الجبل ومحيبيب حاول يفوت كمان بيناتهم هون. بكل حال كل المحاولات اللي حاول يعملها هي قوات نخبة، نعم، اعتمد لحد هلق هو عم يتركز يعني بيركز على قوات النخبة اللي هن الثلاث ألوية طبعا اللي حكينا عنهم، اللي هن لواءين مظليين لواء كوماندوز بالفرقة 98، وكما حكيت يعني الفرقة ستة الفرقة 91 اللي هي أساسا هون، وهي فرقة مشات واللي فيها لواء برام، لواء حرام، لواء الكسندروني، اللي اليوم اعلن الاسرائيلي انه في جندي هلق من شوي مات من لواء الكسندروني، يعني من الفرقه 91 عمليا، معناته اكيد هذا الفرقه 91 عم تشتغل بهذا بهالمنطقه. يعني فينا نقول بهذا الميل الاشتباكات حاول نحن اذا بلشنا مثل ما تفضلتي من هون حاول انه يعمل لانه هو ما حاول يفوت من هذه النقطه، حاول يفوت من اللبونه لانه اللبونه اعلى وفي طريق بينزل على الخط الساحلي. عندما تقدم من هون بهذا الاتجاه وانطلقت الدبابه تم رمية هون بهي النقطه من قبل المقاومه بصاروخ ميم دال، احترقت الاليه، كان في وراها عده جنود وتحولت الى مصيده.
صار يحاول الإسرائيلي عمل 4 عمليات محاولات سحب الجثث من هذه المنطقة لكن فشلت، ما قدر يعملها وتراجع عن أوقف الهجوم. شفنا هجوم أيضا من هون من هذه التلة تقريبا من باتجاه راميا امبارح واليوم، كان في تركيز كتير كبير، كان قصف اليوم عنيف جدا على عيط الشعب هون، كمان عم بيحاول يخرق من هذا الاتجاه. طبعا هون مثل ما حكينا يعني المحاولات التقدم باتجاه يارون، باتجاه مارون الراس، باتجاه عيطرون كلها فشلت، ما قدر ثبت ولا نقطة، يعني كان عم بيفوت على بعض البيوت وبيتراجع بشكل سريع. نعم. اليوم كان في محاولة هلق من العصر بعتقد كان في محاولة من كفركلة عبر بوابة فاطمة، لكن أيضا هذه المنطقة فيها مشكلة كبيرة بالنسبة للإسرائيلي، يعني هون المطلة مكشوفة باتجاه الخيام مضروبة بالنيران، كل هذا الطريق اللي بده يقدر يفوت عليه ما بيقدر يتحرك فيه بالآليات، عم يستهدفوه حتى اللي عم بيكون موجود بهذه البساتين. نعم. هون ببساتين المطلة على المنطقة هذه تقريبا المنطقة الغجر، هذه منطقة سهلية منخفضة جدا، طبعا هون عندنا كفرشوبة هي كلها تلال تقريبا هون، ولهيك كل هذه المنطقة مرئية بشكل واضح لهذه التلال مضروبة منها، ما بيقدر يفوت من هذه المنطقة إلا ما يأمن تلال كفرشوبة. لهيك كان عم ينحكى أنه الإسرائيلي ممكن يكون عنده خطة أنه يفوت من اتجاه شبعة باتجاه تلال كفرشوبة، يسيطر على هذه التلال لحتى يأمن دخول قوات من هذا الاتجاه، ولا يأمن من التلال بيعتبر أنه هذا المحور الشرقي كله مش هو الأساسي، لأنه هو بيعرف أنه الثقل الرئيسي لحزب الله هو بهذه المنطقة بالقطاع. نعم. الأوسط هون، وهذه الصواريخ عم تطلع من هون وتصيب كل مستعمرات الإسرائيلي وصولا طبعا إلى حيفا وتل أبيب. صحيح، رح نحكي هلأ بالمقابل كيف حزب الله عم بيستهدف هذه المستعمرات، بس بدنا نشير أنه اليوم كمان كان في قصف طال زوتر الشرقية كفر سير اللي هن ما بعد الليطاني، علما أنه هو عم يحكي عن الليطاني كهدف لإله، ايضا الخيام عم بتكون كمان دائما هدف للطيران الاسرائيلي اللي عم بيشن غارات عنيفه عليها. لننتقل انا وياك عميد الى الخريطه الثانيه اللي بتدل المستعمرات الاسرائيليه. فقط نقطه، هو عم بيحاول كثير يستهدف وادي نهر الليطاني. نعم. امتدادا على الامتداد لسحمر يحمر، لانه هذه المنطقه اساسا هي يعني منحدره جدا وبالتالي تسمح للمقاومه بالاحتماء باطلاق الصواريخ منها، وحتى شو ما فعل يعني مهما فعل الإسرائيلي رح يكون كثير صعب أنه يتقدم باتجاه هذه المنطقة، لأنه نعم. منطقة وعرة، وهذا يعني الطبيعة الجغرافية بطبيعة الحال ما كثير عم بتساعده، عم بيقول القتال مختلف، القتال نعم. في الجبال صعب طبعا، خاصة في غياب القدرة على تحرك الآليات، لأنه حزب الله يملك صواريخ متطورة جدا، أكان الكورنت أو الألماس 1 ألماس 2، هذه صواريخ اليوم بالتوازن العسكري صار في شغلتين كتير جداد، يعني كانت دائما المدرعات هي الأساس بأي معركة وبالتقدم، وشفنا بعام 1982 الإسرائيلي بدأ الاجتياح بستة حزيران، بتلاتة حزيران كانت الدبابات الإسرائيلية على مشارف بيروت، بعد ثلاثة بعدين ستة. نعم. ب14 حزيران دخلت إلى بيروت الشرقية وحاصرت بيروت. نعم. الغربية. اليوم عم نحكي ب 12 يوم، نحن 12 يوم الإسرائيلي مش قادر يتقدم 400 متر داخل الأراضي اللبنانية، هذا إنجاز عظيم تاريخي الحقيقة للمقاومة. الإسرائيلي أكيد مصدوم، هذا الوضع القائم اليوم صدم حتى كل المراقبين العسكريين بمن فيهم طبعا الأمريكان، لأنه نعم. كانوا متوقعين أنه كانوا هذا مراهنين الجيش أنه التوغل البري قد يقلب الرهانات، ولكن بكتير. أهل الأرض طبعا هن أدرى بهذه الأرض، وهيدا عم يثبتوا المقاومة. هذه الخريطة نوعا ما المستعمرات اللي عم بيتم استهدافها، حيفا مثل ما ذكرت بالأول أصبحت هدف يومي للنيران، نيران حزب الله وللصواريخ اللي عم بيقول أنه عم يستخدم صواريخ نوعية. هل فينا نقول وصلنا لمرحلة معادلة بيروت مقابل حيفا؟ يعني هذه هي نقطة مهمة جدا، أنه الإسرائيلي خسر قدرة يعني الردع وبطل قادر على حماية أجوائه لا المستوطنات ولا المراكز العسكرية، وبالرغم من كل ما فعله ومثل ما حكينا رمى كل أوراقه، والآن يعني تبين المسيرات، حتى المسيرات قدرت وصلت، قال أنه دمر 6000 منصة إطلاق صواريخ لحزب الله، لكن تبين الحقيقة غير ذلك. نعم. يعني إطلاق الصواريخ مازال مستمر، مازال بوتيرة أعلى، كل يوم عم بيزيد، المسيرات عم تنطلق، كانت بالسابق
يعني كان الخط اللي تقريبا عم ينقصف بحدود 10 كيلومتر، يعني عم نحكي نهاريا بهذا الاتجاه الى صفد، قبل صفد حتى نعم. يعني بعدين صاروا يستهدفوا صفد اليوم حتى كان في استهداف لطبرية اصبع الجليل، نعم، لانه عنده مراكز عسكريه كثير باصبع الجليل الاسرائيلي. بعدين طبعا توسع لحيفا اللي عم نحكي فيها، صرنا ب 30 كيلومتر، صرنا تقريبا ووصولا الى طبرية وصفد، يعني عم نحكي صار العمق 30 كيلومتر، ونحن اليوم صرنا بمسافات ابعد، وصلنا لتل ابيب عم نحكي صرنا ب 100-120 كيلومتر. يعني القصف اللي عم يستهدف تل ابيب كان مراكز مهمه جدا عسكريه بتل ابيب، كان يعني المصانع العسكريه، القواعد العسكريه، قواعد المخابرات الاسرائيليه بهذه المنطقه، صحيح، اضافه طبعا الى مناطق مهمه جدا للتصنيع العسكري هون اكيد بالكريات، بعدة مناطق، يعني بكرمائيل كان في استهداف كبير لمصانع عسكرية اليوم. إذا المقاومة نجحت بأن تثبت معادلة جديدة، حيفا مقابل الضاحية. الإسرائيلي اليوم إذا منشوف ما عاد عنده أهداف، استنفذ كل بنك الأهداف، عم بيحاول هلأ يقوم بعمليات قصف للمدنيين، عم يضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة، عم بيحاول يضغط بالسياسة ويخلق يعني نوع من الضغط على الشعب نعم. اللبناني للقبول بما يشبه يعني قرار جديد. الإسرائيلي عم بيحاول اليوم ينقلب على القرار 1701، واضح الإسرائيلي لا يريد تطبيق القرار 1701، يريد قرارا جديدا يعدل فيه 1701، لا يجبره على الانسحاب من المنطقة 13 اللي مختلف عليها، مسيطر عليها أصلا ولا يرغب بالانسحاب منها، لهيك عم بيحاول يفوت بشريط أمني داخل الأراضي اللبنانية حتى يفرض معادلة جديدة، الانسحاب من المناطق المحتلة جديدا مقابل تراجع انسحاب حزب الله، تراجع حتى حزب الله. يعني عم يحكي أكثر من هيك، عم يحكي بطموحاته أكبر، يعني بنزع سلاح حزب الله، قرار جديد يشبه ال 1559. البعض استعجل طبعا نعم. النتائج وقال أنه ربما قد نذهب بهذا الاتجاه، يعني وربما البعض حسم المعركة لمصلحة الإسرائيلي، طبعا أكيد لكن الميدان نحن الآن هو الذي الميدان الكلمي للميدان هو والميدان سيحصن. يثبت بأنه هذه أول مرة يفشل الإسرائيلي بهذا الشكل الذريع في الهجوم البري. أهلا وسهلا فيك عميد أكرم سريوي، شكرا على وجودك.